وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الأمسية وهمسات روحية جديدة. حلقة اليوم مخصصة عن الأحداث التي تدور في جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، ونضع هذه الأحداث تحت أضواء كلمة الله. وعنواننا لهذه الحلقة كما ترون مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر. وأخذت قراءة اليوم لهذه الهمسات الروحية من أشعياء الأصحاح 19. إذا كان معك كتاب مقدس افتح معي أشعياء أصحاح 19، أشعياء الفصل 19. وحي من جهة مصر، وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. وأهيج مصريين على مصريين. اسمع معي عزيزي المشاهد ما تقوله كلمة الله أشعياء 19:2. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. وتراق روح مصر داخلها وافني مشورتها، فيسألون الأوسان والعارفين والعرافين وأصحاب التوابع والعرافين. وأغلق على المصريين في يد مولى قاس، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد الرب رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل أو الرياض على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. دي بعض الأخبار المحزنة اللي فعلا حدثت في التاريخ. وأريد أن ألفت انتباه جميعكم أعزائنا المشاهدين أن للنبوة ثلاثة مفاصل. الفصل الأول حدثت في الماضي، بعض منها يحدث الآن، ثالثا في المستقبل ستحدث باقي هذه النبوة. يبقى النبوة حدثت، حادثة، وستحدث. أي نبوة في الكتاب المقدس قس على هذه الأساسات الثلاثة: حدثت، حادثة، وستحدث. وهنا مبارك شعب مصر. الأصحاح 19 بيكتب أشياء كثيرة ستحدث على مصر وعلى مدنها وعلى نهر النيل. وأريد أن أعطيكم بسرعة لمحة تاريخية لما حدث في هذه اللحظات. من الواقع التاريخي نعرف من التاريخ في سنة 711 قبل الميلاد هجمت بلاد الحبشة اللي هي بنسميها اليوم أثيوبيا واحتلت مصر. 711 قبل الميلاد. احتلالهم دام في مصر 60 سنة. يعني الأحباش الأثيوبيين احتلوا مصر لمدة 60 سنة 711 قبل الميلاد عقابا من الله. الله لم يرد من إسرائيل أن تعتمد على مصر، اعتمادا يكون على الله فقط ليس على الذراع البشرية. لأن إسرائيل كانت تشتغل في مصر، ولما تحصل المجاعة كانوا ينزلوا يشتروا غلالهم من مصر، ومعتمدين على حياتهم اليومية في الحقب التاريخية المتعددة على الذهاب إلى مصر. وكأن الرب بيقول لهم أن اعتمادكم لازم يكون علي بالذات مش على أذرع بشرية، ويقول لنا كمؤمنين اعتمادكم مش على الأمور المادية، الأمور الظاهرة، الأمور البشرية، لكن على الأمور الإلهية فيما بعد. وبنشوف أصحاحات 12 19 2 وأهيج مصريين على مصريين. يا سلام، لما
تقول ان النبوة دي اتكتبت من الاف السنين، الاف السنين، وبعدين يجي اشعياء 19 2 ويقول وهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه، الاخ بيحارب اخوه وصاحبه والصديق، مدينة مدينة ومملكة مملكة. بنسمع مظاهرات في طنطا، في أسيوط، في سوهاج، في القاهرة، في الإسكندرية، حرب أهلية، زي ما تكون في بداية حرب أهلية. الله سمح بذلك ليساعد الأثيوبيين في التاريخ الماضي في سهولة التحكم في أرض مصر. لكن إذا نظرنا للمسرح السياسي حاليا في مصر، ماذا يحدث على المسرح السياسي الآن في مصر؟ حزب الإخوان المسلمين ضد أحزاب المعارضة، السلفيين يريدون دولة إسلامية، يريدون أسلمة البلاد، الأقباط يريدون حقوقهم كمصريين وهلم جرا في الشوارع تراق الدماء والهياج والغضب والحالة فوضوية، زي ما بتقول كلمة الله، يعني مش رايحين يعرفوا هم رايحين لا يمين ولا شمال ولا شرق. صورة مأساوية، حادثة حدثت في الماضي وتحدث الآن في الحاضر وباقي النبوة سيحدث في المستقبل. واللي لفت نظري كتير، أهيج مصريين على مصريين. احنا كنا بنسمع في الزمانات قبل الثورة المصرية اللي 25 أبريل إن المسلمين دائما كانوا يضايقون المسيحيين. العملية حاليا تغيرت، المسرح لا لازال في مضايقة المسيحيين، لكن بصفة مكبرة، مصريين ضد مصريين، مسلمين ضد مسلمين، معارضة ضد الإخوان، الإخوان ضد السلفيين، وأحزاب أخرى لا حصر لها في مصر تحارب بعضها البعض. هذه الصورة التي رسمتها كلمة الله. وأنا بفرش الموضوع حاليا عشان أقول لكم إن في أمل لمصر، في يقظة روحية جاية لمصر في نهاية هذا الإصحاح. افرحوا يا مصريين، الموضوع ما انتهاش، اليأس مش هيسيطر علينا، الخوف مش هيسيطر علينا، الفوضى مش هتسيطر علينا، الرب عنده بركة جاية لمصر. افرحوا يا مصريين. لكن أنا عندي حد في البيت زغرت دلوقتي، كنت خليته زغرت لأن في أمل بعد كل هذه المضايقات والثورات التي تجري في أرض مصر، هناك أمل، الرب قادم وقادم بالبركات وقادم بالخلاص. شيء ثاني شفته من أصحاح أشعياء 19، سادة قساة القلب، يعني حكام دكتاتوريين بيحكموا البلد، يسدون على الشعب، دكتاتورية. خلينا ندخل في عصر الفراعنة، وبعدين جاء الاحتلال الروماني، الفتوحات الإسلامية، الدولة العثمانية، الاستعمار الغربي، فرنسا وبريطانيا، يعني من أيام التاريخ الأولى والشعب المصري مستعبد لقوى أجنبية دكتاتورية تملي عليهم، هم ملك الملك وملك الفرعون، يسيرون أمور سادتهم على هواهم، وسخروا الشعب، سلبوا وسخروا وقتلوا ونهبوا وسجنوا الكثيرين، ولا زالت الثورة قائمة، والشعب يطوف الشوارع في هذه الأيام مطالبا بحياة أفضل، رواتب مناسبة، طعام على الطاولة، أمن الأسرة، استقرار اقتصادي، استقرار الاقتصادي بالمظاهرات اليومية. الحكومة المصرية قاربت على الإفلاس وبدها مليارات الدولارات لتمشي الأمور وتسير الحياة على أمورها الروتينية. شوفوا بقى أشعياء لما بيقول في 19 5 إلى 10، هنا بيتكلم عن الجفاف، جفاف فعلي مادي، المياه هتنشف من النيل، ولما المياه تنشف الحيوان مش هيشرب، الأرض مش هتنزرع، المحصول مش هيحصد، إذن هيكون في وقت قاسي جدا جدا على الشعب. ربما حدث في الماضي ولست أدري أني في تفكيري لا أدعي النبوة، ولكن أنا أقرأ من كلمة الله
دول حوض نهر النيل من بحيرة فيكتوريا، السودان، الحبشة، كينيا، كل هذه الدول مجراها تأخذ مياهها من النيل. والآن كل هذه الدول التي هي على حوض النيل تطالب بحقوقها من المياه، بيقولوا يمكن مصر تأخذ مياه أكثر مننا. ولو رجعت للأخبار تلاقي أن أثيوبيا تريد أن تبني سدا لتوليد الكهرباء عند مجاري المياه التي تنبع من أثيوبيا، ومصر تجري مفاوضات لتحافظ على مياه النيل لكي ما تجري بطريقتها الطبيعية إلى أرض مصر، من الصعيد إلى الدلتا إلى البحر المتوسط. ويشكر الكثيرين ويقول إن مصر هي هبة النيل، يعني من غير المياه، من غير النيل في مصر تصبح مصر صحراء قحلاء. لكن يا مصريين ما تخافوش، ربنا فيه الأمل، ربنا فيه الكفاية، وهيفرج الضيقات. الجفاف المادي بيدل كمان على جفاف روحي. مصر فيها جفاف روحي، ومش هينتشل الشعب المصري من هذا الجفاف الروحي إلا المخلص اللي بيتكلم عنه أشعياء، راح أجي عليه بعد شوية. لكن أنا دلوقتي بتكلم عن الجفاف المادي والجفاف الروحي اللي بتمر في مصر في هذه الأيام. يا ريت إحنا نصلي إن رب يبعت قادة حكماء، قادة مش سياسيين لفن السياسة، لأن السياسة حلولها مؤقتة ولا تجدي بشيء. سادة قساة القلب، وده اللي حاصل في مصر. حتى لما أبنائها حكموها، طردوا الإنكليز وحرروا قناة السويس، وجاء محمد نجيب وبعده عبد الناصر وبعده السادات وبعده مبارك والآن مرسي على الحكم، وكل هؤلاء يعدون بالحرية، يعدون بالديمقراطية، ولكن الشارع المصري يريد طعام على الطاولة، وظائف للذين ليست ولا وظائف لهم، يريدون أن يقوتوا أسرهم، اقتصاد مستقر، شوارع آمنة، بيوت نظيفة، شوارع نظيفة. ومصر لديها الإمكانيات، ولكن الحكم الكابت على نظام مصر هو اللي بيتكلم عنه الكتاب. الشعب هيصرخ بعدين، والشعب بيصرخ في الشوارع في هذه الأيام. سادة قساة القلب. طيب الأصحاحات الأعداد 5 إلى 10 بيقول المياه هتجف في النيل، الحياة مستحيلة بعد ذلك. 19 على 11 و15 في وقت الكوارث نذهب لاستشارة المستشارين السياسيين، المستشارين الاقتصاديين، وعايزين يعني نعرف ايه الوضع بالضبط، وامتى هتنتهي المشاكل في مصر، وامتى هيحل السلام، وامتى القلوب هتتساوى مع بعضها وتتوفق الامور والناس تعود الى مجراها الطبيعي. الشعب المصري عانى بما فيه الكفاية ولا يستطيع ان ياخذ مما اخذ. الشعب المصري يريد حلول الان، والسياسيين طبعا عندهم وعود كثيرة، ووعودهم لا يستطيعون تطبيقها لأن ليست لديهم الموارد لتطبيق هذه الوعود. بيقول ايه بقى في الأصحاح؟ رؤساء سوغن، راحوا سوغن دي كانت مدينة في دلتا مصر في العهد القديم في أيام الفراعنة. رؤساء سوغن كانت مدينة في دلتا مصر وحبوا يستشيروها لأنها كانت مركز سياسي. رؤساء نوف بيتكلم عنهم أشياء. نوف كانت في بعض الأوقات العاصمة الشمالية لمصر، وكلتا المريدين واحدة منهم كانت جنب حدود إسرائيل والتانية كانت في مراكز في دلتا مصر، والاثنين دول كانوا مراكز سياسية بيعطوا حلول سياسية. كأن ربنا بيقول لهم لا صوغن ولا نوف هتنفعكم، ولا الإخوان ولا السلفيين هينفعوكم، في شخص واحد فقط. بعدين نروح على 19 16 إلى 22، وده العدد المهم اللي عايز ألفت إليه انتباهكم. أنا عايزكم تقروا الأصحاح كله على راحتكم في البيت، لكن أنا بحط مقتطفات من هذا الأصحاح قدامكم عشان تتصوروا الحلول من عند الرب. دايما في وسط الضيقات الرب فيه أمل، في وسط الضيقات الرب هيفتح المنفذ، لا يدعكم تجربون أكثر مما ينبغي أن تجربوا.
لكن مع التجربة يعطي المنفذ. يا مصري، يا حكام مصر، يا قساوسة مصر، يا أبناء مصر، البركة في طريقها إليكم، لكن وجهوا أنظاركم مش للمصادر المادية ولا الجفاف المادي. إحنا عندنا جفاف روحي. حل المشكلة أن إحنا نرجع إلى رب. وكل المدينتين اللي ذكرتهم في أصحاح 19 من أشعياء، سوغن ونوف، كانت مراكز سياسية في ذلك الوقت. وعندنا مراكز سياسية كثيرة، التلفزيونات والستلايت والجرائد وأشياء لا حصر لها في مصر بالعشرات، وكلهم يدعون أن لديهم الحل لمصر. يأتي الرئيس الجديد ولديه حل، يذهب الرئيس الجديد ويأتي غيره لديه حل، الحزب الفلاني لديه حل، الحزب العلاني لديه حل. لكن أنا عايز أوجه أنظاركم لشيء هام جدا جدا في هذه النبوة. أصحاحات الأعداد 16 ل 22، هذه الأعداد تصف رجوع مصر. يعني تعبوا كتير واضطهدوا كتير وحكموا بواسطة دكتورية كتير، والشعب تعبان لا يستطيع أن يجد لقمة العيش بسهولة، جياع كثيرين، مشردين كثيرين، الدماء تراق في الشوارع، ومش لاقين حل. انتخبوا رئيس جديد وفي طريقهم لانتخاب برلمان جديد، فين الحل؟ أين المناص؟ أين الخلاص؟ شوف بقى أشعياء 19 6 16 22، هذه الأعداد تصف رجوع مصر إلى الله الحي القدير. هو أمنها، خلاصه العجيب، يسوع هو المخلص. اسمع بقى، يسوع المخلص الوحيد لمصر هو سلامها وأمنها وحمايتها، والذي سينهد شعبها من طين الحمها. شو بيقول؟ لأنهم يصرخون، ده أشعياء بيقول في نبوته، إلى الرب بسبب المضايقين. الحياة أصبحت ضيق، الرؤساء مضايقين، والأحزاب مضايقين، والمعارضين مضايقين، كل شيء ضيق عظيم في مصر. يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل، هاللويا، قول معي هاللويا، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. وهذه هي عزيزي المشاهد الحقيقة المستقبلية اللي المصريين بيتمنوها دلوقتي ومش شايفينها. ونقول نصلي يا رب افتح عينيهم عشان يشوفوا، افتح عينيهم الروحية وقلبهم عشان يشوفوا، زي ما بيقول أشعياء، لأنهم يصرخون، ودلوقتي بيصرخوا وبيبكوا على موتاهم والدماء بتسيل في الشوارع بسبب المضايقين. أنواع كثيرة من المضايقين على الشعب المصري المساكين. فيرسل لهم مخلصا. تعتقد مين معي عزيزي المشاهد؟ مين هو المخلص؟ رئيس السلام اللي اتكلم عنه برضو أشعياء، الرئاسة تكون على كتفه. رئيس السلام يسوع. سلام يعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لأن سلامه غير سلام العالم. فيرسل لهم مخلصا ومحاميا يدافع عنهم وينقذهم. زي ما قلت لكم، إذا كان حد عندي هنا زغرت أزغرت، لأني ربنا مواعيده قوية وتنفذ. هذه النبوة كتبت من آلاف السنين، وزي ما قلت لكم النبوة لها طرف، حدث في الماضي وحادث الآن وسيحدث في المستقبل. ما حادث الآن في مصر سيفتح الأبواب، سيفتح العيون، سيفتح القلوب، قلوب الناس لأن تصرخ، أين المناص؟ أين المفر؟ إلى أين سنذهب؟ لمن سنسأل العون؟ وبعدين الكتاب بيقول لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. الأعداد 19 23 إلى 25، هذه الأعداد تبشر بالبركات. عزيزي المشاهد، يا اللي بتسمع من مصر، اتبشر، في بركات جاية من كل اللي انت شايفه ده. تقول لي في بركات هتيجي من المضايقات دي كلها؟ فيها تيجي بركات من الحالة التعيسة اللي بيعيشها المصري؟ في بركات، لأن إلهنا إله قوي وقادر،
هو إله الأمل، وعنده مفتاح لكل شيء، حيث يرفض الناس ويقول أنا لدي الحل، أنا سأفرج ضيقتهم، سأنقذهم، سأخلصهم، أمجدهم وأتمجد فيهم ويرون خلاصي. هيشوفوا صليب يسوع ودم يسوع اللي اتبذل لأجلهم، وبعد كده قلوبهم وعيونهم الروحية تتفتح، ولما عيونهم الروحية تنفتح تفتح أبواب البركات عليهم. الأعداد 19 إشعياء 23 إلى 25 هذه الأعداد تبشر بالبركات المذخرة لجميع الأمم، مصر وأشور وإسرائيل. دي نبوة بقى مستقبلية، لأنه بيقول إن يكون في سلام بين أشور. طبعا أشور إحنا عارفين هي بتضم كل منطقة الهلال الخصيب اللي هي كانت العراق وإيران بلاد الشام كلها، بيسموها الاستعمار البريطاني أطلق عليها منطقة الهلال الخصيب. كل المنطقة دي هتشوف الرب، وهتتوحد الطرق بين إسرائيل وأشور ومصر، والرب هيشيد مسبح في وسط مصر. اسمع بقى، شوف بقى الرب بيقول إيه في كلمة الرب عن اللي هيحدث من بركات في شعب مصر. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، أمين. يقال لها أحد هذه المدن يقال لها مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر، هاليلويا، وعمود الرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا فينقذهم. فيا ها، شوف بقى البركة، هاليلويا. اسمع العدد ده بيقول ايه بقى، بركة. فيعرف فيعرف الرب في مصر، فيعرف الرب في مصر، يعني اوه احنا اكتشفنا الرب دلوقتي وخلاصه. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به. هينذروا نذر ويوفوا به، لأن هيعرف الرب في مصر. الرب اللي هرب إلى أرض مصر يسوع هو أمه وأبوه للحماية، هيزور أرض مصر مرة تانية، بس المرة تانية عشان يفتح قلوبهم وعيونهم، ولما يصرخوا هيلقوا موجود، هيلقوا صليب الجسر اللي يوصلهم عن طريق دم الرب يسوع إلى السماء. هيعرف المصريون الرب، فيعرف الرب في مصر، يعني كل واحد منهم هيعرفه. ويعرف، وبعد كده بعد ما يعرف الرب ويشوفوه، ويعرف المصريون الرب. يا سلام، دي نبوة مشجعة جدا. هيعرفوا الرب، هيتعرفوا عليه، هيشوفوه، هيسمعوه في وسط كل القتام الحادث في شوارع مصر. أنا عندي كليب عايز أوريكم إياه قبل ما أختم الحلقة، عن أحد الكنائس اللي بتساعد المصريين، ما بتقولش ده مسيحي ولا ده مسلم، لكن هي في بقرب ميدان التحرير وبتساعد المصريين المحتاجين للمساعدة. تعالوا بينا نشوف الكليب وبعد ننهي حلقة اليوم. المستشفى الميداني بتاعنا انتوا صورتوا معنا قبل كده. احنا بقالنا سنتين اللي فاتوا بنشتغل في كل وقت بيكون في احداث في الميدان او اشتباكات لتسديد الوضع اللي بيحصل من الاحتياج في اي اصابات، في اي مشاكل، حتى في الاحتياجات بتاعت الاختناقات بدون اصابات للي بيتعبوا من الغاز. تمام. في الذكرى السنيه للثوره في حالات جات لكم هنا المستشفى الميداني في قصر الدبارة بالفعل ولا لا؟ قبل الذكرى الثانيه بيوم جت الحالات، الليله اللي قبلها بالليل كان في اشتباكات عند الحائط اللي كانوا في محاوله لازالته. جالنا اول يوم 38 حاله، وامبارح على مدار اليوم كان في حالات متواليه جروح قطعيه
واختناقات من كميات الغاز الكثيرة اللي توالت علينا امبارح. رسالتك النهاردة للمتظاهرين يا فندم من الداخلية. للأسف أنا واحدة من الناس اللي مش فاهمة إيه اللي بيحصل حواليها. تمام. واحدة من الناس اللي فتح المستشفى عشان علاج الناس، لكن كوضع في البلد احنا مش قادرين نقول ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي جاي. مش عارفة حتى اقول لحضرتك اقول للناس يعملوا ايه ما يعملوش ايه، اقول للداخلية تعمل ايه اللي هي بتعمل ايه. للأسف ما عنديش توجه، اول مرة اقولها بصدق مش عارفة اقول ايه. أعزائي المشاهدين، كما شاهدتم من هذه اللقطة، أشجع الكنيسة المصرية، هذه كنيسة قصر الدبارة، وأعتقد أن هناك كنائس كثير أخرى. لا نفشل في عمل الخير إن كنا لا نكل. اعمل الصلاح، اعمل الخير، ربنا جاي بالبركات. وأختم الحلقة برضو بالنبوة أشعياء، زي ما بقول قرأت لما سمعكم، ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، يعني مع الضربة هيجيب الشفاء، فيرجعون إلى الرب فيستجيبوا لهم المصريين. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. هذه نبوة مستقبلية لسه ما حدثتش، راح تحصل. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا، ودي عنوان حلقتنا النهاردة، مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. وإلى أن نلتقي وإياكم في همسات روحية أخرى، أترككم في رعاية القدير. Thank you.